Mm-hmm. سائل آخر يقول هل هناك دليل من القرآن على منع المرأة الحائض من الصوم يعني هذا الموضوع أثير في هذه الآونة وكاين كاع شي, شي ناس في الشبكة العنكبوتية تيتكلموا على أن المرأة الحائض خصها تصوم ما كاينش شي دليل على أن المرأة الحائض ما خصهاش تصوم وهذا السائل هذا السائل لعلّه تأثر بما سمعه لأن قال لك هنا هناك دليل في القرآن نقول لك أيها الحبيب أيها المتابع أن أدلة الشريعة غير محصورة في القرآن الكريم أدلة الشريعة القرآن السنة الإجماع القياس سد الذرائع الاستصحاب المصالح المرسلة الاستحسان شرع من قبلنا عمل أهل المدينة العرف والعادة كاين أدلة كثيرة يرجع إليها لمعرفة الحكم الشرعي إما في شيء سابق أو في شيء محدث حل نوازل المستجدات لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه سيأتي في آخر الزمان أناس لا يقبلون الاستدلال بسنته. نسال الله السلامه والعافيه. من اشراط الساعه ان تقول للشخص قال رسول الله ويقول لك لا انا بغيت القران. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اقوالا مخالفه للقران. فهو الذي جاء بالقران وهو الذي بين القران وهو الذي شرع تشريعات مكمله لما ورد في القران الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته قال متكئ مع راسو في الضل وفي المكيفات ولبس مزيان وشبعان وحنكو حمرين أمر مع راسو يحدث بحديث من حديثي حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كان الناس يقطعون المسافات لسماعها ويبذلون الغالي والنفيس لكتابتها وروايتها. ويتاسفون ويتحسرون اذا فاتتهم كلماتها. الصحابه والتابعون والائمه الذين كانوا يعلمون قدر رسول الله ويعظمونه صلى الله عليه وسلم. الناس الان لا يعرفون قيمه هذه الاحاديث. ولا يعرفون انها وحي من الله تبارك وتعالى. وانها بيان للقران. وأن السنة النبوية حجة في الأحكام والعقائد يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه واش كاين في القران جيبها لي من القران انا ما تقول ليش ابو هريره ما تقول ليش البخاري ما تقولي ليش امام مالك ما تقول ليش ابن مسعود لو كنت تعلم قدر نبيك صلى الله عليه وسلم وقدر صحابته لما تلفظت بهذا الكلام. بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. الا هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الا انما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم الا ما حرمه الله. وإلا بينا نقتصر غير على القرآن بوحدو لن نعرف الصلوات الخمس كيفاش غنصلوا الصلوات الخمس المواقيت تاع الصلاة ما في القرآن عدد الركعات الصبح جوج ركعات الظهر ربعة العصر ربعة المغرب ثلاثة العشاء ربعة جوج جهرا جوج سرا فين غنجيبوا هاد التفاصيل ديال الصلاة المواقيت وجوب قراءة الفاتحة وما يقال في الركوع وما يقال في السجود وما يقال في التشهد والصلاة على النبي إذا اقتصرنا على القرآن الكريم لن نعرف تفاصيل الحج وما يتعلق بالطواف والمبيت بمزدلفا والوقوف بعرفة والتفاصيل ديال الشيء لو اقتصرنا على القرآن الكريم لوحده غادي نلبسوا الحرير والذهب للرجال وقد حرمته السنة النبوية الا بنا نقتصر على القران بوحده فينا واحد شارب الخمر عقوبه شارب الخمر جاءت بها السنه النبويه الا بنا نقتصر على القران الكريم بوحده فينا يا زكاه الفطر فين زكاه المال زكاه الابل والغنم والبقر والماعز المقادير ديالها شحال شحال هنخرجوا وشحال هو النصاب ديال زكاه الخضروات شنو هو النصاب ديال الركاز والمعادن شحال هو الزكاه ديال ديال النقدين والتفاصيل ديالو الاقتصار على القرآن الكريم لوحده معناه الانسلاخ من الدين لا بد أن نجمع بين القرآن والسنة النبوية فالبيان ديال القرآن كاين في السنة النبوية القرآن فيه قواعد فيه عمومات التفاصيل موجودة في السنة القرآن فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لكن الأنصبة والمقادير والتفاصيل والشروط ومرور الحول وكم نخرج في الذهب وكم نخرج في الفضة وكم نخرج في زكاة الزروع وكم نخرج في الركاز وكم نخرج من الإيبيل إلى عندك خمسة الإبل فيهم شات إلى عندك 30 بقرة كتخرج فيهم وحدة إلى عندك 40 من الشياه كتخرج فيهم وحدة تفاصيل هذه كلها موجودة في السنة النبوية لذلك خصنا نكونوا واعيين بهذه الأمور أن أن السنة النبوية حجة شرعية وكل من يشكك في البخاري وفي مسلم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هدفه الحقيقي هو الضر في الإسلام لا ما عندك تكون غبي أصحابك عنده مشكل مع البخاري أبدا والله ما عنده مشكل مع عنده مشكل مع الإسلام لأن إذا حيد السنة النبوية يولي التلاعب القرآن حمال يعني ذو أوجه الجدال لأهل الباطل يكون بالسنن السنن هي التي تبين وتفسر وتشرح وتوضح إلى حيدنا القرآن إلى حيدنا السنة النبوية غير يقدر تزوج لبنت وعمتها يقدر تزوج لبنت وخالتها ما كاينش في القرآن بأنهم حرام غناكلوا الحمير حاشاكم الحمر الأهلية ما كاينش في القرآن أنها حرام غادي نمشيو لنكاح المتعة ما كاينش في القرآن أنه حرام غنفتحوا واحد الباب ديال الباطل واحد الباب ديال الفساد لا يعد ولا يحصى وقد وجدت نابته في الزمان تدندن على هذا الموضوع ردوا البال بعض الدعاة اللي كيسميو راسهم متنورين ومتفتحين وعقلانيين ويزعمون انهم فقط ياخذون بالقران هادو كلهم يضربون الدين من اصوله ومن اسسه وراهم اللي جابوا هذه القضيه ديال ان الحائضه لا دليل على انها تصوم رمضان وإذا جئنا إلى السنة النبوية الإمام البخاري رضي الله عنه بوب في صحيحه باب الحائض تترك الصوم والصلاة الحائض ممنوعة من الصوم والصلاة وذكر في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح ويفسر معنى قوله أن النساء ناقصات عقل ودين قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها فعلمنا من هذا الحديث الصحيح أن المرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابيات الطاهرات في زمن العلماء الكبار الخلفاء الراشدين والعشرة والمهاجرين والأنصار كانت المرأة إذا حاضت تترك الصوم والصلاة وتيجي شي واحد الآن يعني لا يميز بين الفاعل والمفعول ويريد أن يستدرك على البخاري ومسلم وأن يستدرك على الصحابة فمعنى نقص المرأة لدينها وعقلها معنى نقص الدين أنها لا تصلي في وقت الحيض ولا تصوم في وقت الحيض هذا هو نقص الدين الشهر, دي الشهر ديالها نقص نقص في الصيام ونقصها في الصلاة من حيث العدد لكن من حيث الأجر قد تفوق الرجال قد تفوقهم أضعاف أضعاف مضاعفة من, من الأجر والحسنات وفي حديث آخر أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتقضي إحدان الصلاة أيام محيضها واش المرأة إلى دم, دم الحيض وتنقت منه واش تعود لك الصلاة اللي ما صلاتش دم الحيض فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت نسبة إلى حرورة أي أخارجية أنت واش أنت مع دوك الخوارج اللي كيكفروا بالكبائر وكيتشددوا في الدين وكيكفروا الصحابة حيت هما اللي كيقولوا هذا الشيء هما اللي كيقولوا للمرأة إلا جاب الله تنقات من دم الحيض كتعاود الصلاة بوحدهم لا يعلم احد من علماء الاسلام وفرقه وطوائفه يقول بوجوب قضاء الصلاه على الحائض الا الخوارج كانوا عباد لكن كانوا جهال متشددين كتلقى بعض الناس عابد ديما الصف الاول كذا لكن متشدد جاهل بالدين هذا خصو يسكت يصلي ويتصنت ويمشي يتعلم ما يبقاش يتكلم في في, في الآسياد ديالو لان الفقه صناعه الفقه حرفه الفقه مهنه الفقه هبه قد يكون الفقيه معتدل في عبادته لكن اعطى الله الفقه وقد يكون العابد عابدا لا يفطر عن الصوم وعن القيام لكن لا يحق له الكلام في الدين لانه ليس عالما انما هو عابد فقط قالت احروريه انت قد كان يصيبنا ذلك اي في زمن رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيجينا الحيض وكنفطر رمضان ويامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضائه يعني كنقضيو هذاك الشيء اللي فطرنا فدل على ان الحائضه لا تصو وهذا اجماع اجمع العلماء على هذا الحكم ولا يعلم مخالف يعني لهذا الا الخوارج والا بعض يعني بعض المرتزقه وبعض المدسوسين الذين تاثروا بالاستغراب والاستشراق الذين يريدون افساد الدين وتشكيك المسلمين في توابتهم والمسائل التي اجمع عليها علماؤهم والعلماء قالوا المراه لا تقضي الصلاه لان فيها مشقه الى كل شهر غتعاودي الصلاه ديالو فيها مشقه والله ما بغاش لك المشقه وما بغاش لك التعب وما بغاش لك الحرج اما شهر رمضان فانه لا يكون الا مره واحده في العام فالمراه تقضيه بعد انصرام رمضان لذلك الله يجازيكم بخير من الاسئله اللي كثيره عندنا هنايا واش واخا نشرب الحبوب باش نمنع العاده الشهريه باش نكمل شهر ديال رمضان باش ليل 27 نمشي للتراويح نقول لا حاجه لذلك نخليو الامور طبيعيه الله يرضي عليكم لا حاجه باش المراه تاخذ شي دواء باش تمنع العاده الشهريه ديالها علاش اولا لان المراه الحائض وخامة صمتش واخا ما الاجر ديالها مكتوب لها عند الله الا إيه كنتي كتصلي انت الشهر كله وجاك الحيض في ديك 6 ايام ولا 5 ايام ديك الصلاه اللي كنتي كتصلي قبل كيتكتب لك الاجر ديالها لان ماشي انت اللي ما بغيتيش تصلي الله اللي قال لك ارتاحي الا إيه صمتي 24 يوم وجاك ذا من الحيض بعد 24 يوم الاجر ديال الصيام راه مكتاب لك الاجر مكتاب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا وهذه رسالة حتى الناس الكبار اللي عندهم مرض مزمن راه انت الا فطرتي حيت عندك السكر ولا الدياليز ولا القلب راه الاجر ديال الصيام مكتاب لك هل الحديث النبوي الله يرضي عليكم اذا مرض العبد انت راه عبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ولقوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة لم يعملها لمانع انت بغيتي تصدق دخلت يديك في جيبك نسيتي لقيتي فلوس ما عندكش راه تكتبت لك حسنة انت بغيتي تصوم جاك دام انت عفوا انت بغيتي تصومي جاك دام الحيض مع الفجر قدر الله ما شاء فعل صافي الاجر راه كاين إذا لا حاجه باش ناخذوا هذوك الحبوب لانه ما كاين حتى شي مصلحه في هذاك الخير ثم هذه الادويه التي تمنع الشيء الطبيعي الذي خلق الله عليه الانثى هذه الادويه اللي كتمنع الحاجه الطبيعيه لا بد يكون عندها ضرر والله عشرات مئات الاسئله كاين اللي عنده كاين اللي عنده دابا مسكينه هذا دا من حيث 3 شهور 4 شهور ما كيتقطعش كاين اللي عندها السوائل السائل الاصفر هل بني كل هذا بسبب يعني هاد الموانع ديال الحمل اللي كيستعملوا النساء في غير وقتها ولغير حاجه ولغير مصلحه كثرت الادويه وكثرت الهرمونات وكثرت التخربيقات حتى تخرب حتى تخربقات لعدد عند واحد العدد النساء ولاو ما تيصليوش الشهور وما عرفوش يفرقوا بين وبين دم النفاس وبين دم الحيض وبين الصفراء وبين الكودره وبين التاريه هاد الشيء كلشي راك تكلمنا عليه في واحد الدرس اللي بغا يمشي يرجع لي راه فيه فوائد مهمة جدا فيما يتعلق بالدماء الطبيعية دم النفاس ودم الحيض كذلك الله يرضي عليكم هاد حبوب من الحمل أجازها العلماء حبوب اللي كتمنع العادة الشهرية أجازها العلماء للمرأة في الحج فقط في طواف الإفاضة لأن إلى قربت وقت السفر ديالها ما ما تقدرش تضيع الحج هنا كتشرب هذوك الحبوب باش دير طواف الافاضه ديالها باش ترجع بحجه صحيحه كامله هذا ما تيسر الاجابه عنه في هذا اللقاء الطيب المبارك المباشر الله يجازيكم بخير على حسن الاصغاء والاستماع وان شاء الله عز وجل موعدنا الاسبوع المقبل يوم الاحد بحول الله للاجابه على بقيه الاسئله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته